صباح الخير، صباح النور. وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله تكون صحتكم واحوالكم بالف خير. انا جبت فطوري، هذا وين راني نفطر. هذه هي الساعه اللي نستمتع فيها. شوفوا، لبست الاولاد راحوا يقراو، فرست من الصالو وقلت اول حاجه نجي نفطر، وبعد كذا نروح نخمل الدنيا الاخرى لانه خلاص. واصلا شوفوا مالفه، يعني لما كنخمل شويه الدنيا باش نفطر، بعد نريح شويه واحد نص ساعه ولا باستمتاع. مي اليوم خملت غير الصالو، هذا ما كان، قلت نفطر من بعد كلش يجي بالسهل، كلش سهل. فاليوم ان شاء الله في فيديو جديد، خصوصا كي يروحوا الاولاد يقراو بالكم توليو تقدروا تنظموا وقتكم، تقدروا كلش ديروا اي حاجه. هذه ما كنتش نعرفها. فهنا وجدت فطوري البنات. انا حاليا بالنسبه لهم متابعيني في الانستغرام على بابهم، بديت سبور، مي ماشي سبور على جال زعما باش نضعف ولا، لانه شوفوا انا لطاي تاعي راهي نورمال، على حسب الطول، كل واحد على حسب طوله. انا بالنسبه للطول انا طويله، فلطاي تاعي نورمال. انا درتها اول حاجه نستمتع بها، الوقت راكم عارفين، ورياضه مليحه. ثاني حاجه على جال الكرش، بعدين ندخل كرشي. اول حاجه راني وجدت هنا فطور، درت بيض شويه تاع الفول، جبت محمود الفول، انا الفول ما نقدرش كي نشوفه نقدرش نستغنى عليه، ودرت فرماج وخيار ودرت العلبه. انا عندها قالت لك لازم ديروا نظام صحي على جال باش تلقاو نتيجه زعما سريعه، بصح انا شوفوا تلقاوني يوم منتظمه يوم لا، يوم منتظمه بالك ننتظم الصباح وفي الغداء العشاء ليلة. بالنسبه لي سقسيوني شوي البلابن، ها هو الطعم تاعو مليح، يعني انا نشربو. شوفوا كان ما عندي حاجه فيه، يعني ماشي ما نحبوش ولا ما نشربوش، مي حاليا راني مدمنه عليه، كل صباح لازم نشرب شاي بلبن. هذا هو الفطور. هذه حاطتها هنا نكتب فيها، عباكم في الليل نكتب واش راح ندير غدوه باه ما ننساش، واش خاصني نشري واش خاصني ما نشريش، واش خاصني ندير واش خاصني ما نديرش، هكذا باه ما ننسى حتى. ونشعل هنا قران، نقعد واحد النص ساعه كالم مع راسي، ومن بعد ان شاء الله نكملوا حوايجنا. وهنا بعد ما كملت فطوري ريحت شويه، جيت هنا اول حاجه البنات نشعل القران، هو الاول في الدار كي نبغي نوض طول نشعل القران ونزيد له للدار كامله. هذه من احسن الحاجات اللي نديرها. ومن بعد فطرت وجيت هنا للشومبره تاعي، هي بعد ما فرست الصالو زعما نفرست الصالو نقول شون يجوني ضياف ولا، مي هما ما يجيو ضياف ما والو، نفرز على جال روحي برك باش نريح فيه. جيت انا للشومبره تاعي فرستها نقيتها، هنا كان الحال شويه مغيم فعليها راكم تشوفوا شغل الدنيا مظلمه. هنا اصلا الشومبره تاعي من جهه البيتشيخي تما ما تدخلهاش الشمس بزاف، المنور بالنسبه للمنور اللي قالوا لي شنو هي المنور اللي هو شغل حوش مي جاي عالي بزاف، تما حنا جايين لتحت لانه من الفوق بانيين. كملت هنا جيت نمسح الغبره، مسحت الغبره تاع الخزانه، مسحت تاع طابلو دينوي، مسحتها كامل، وجيت فرز لكوافيس تاعي رايحالتها حالة كيما كتشوفو فيها، الدنيا مرونة. كانوا عندي شوية حوايج كنت جايبتهم تزاير، درتلهم تاع ناس يعني خدمة خدمتها، وحطيت كلش هنا. عباك راني غير نفرز بشوي، خصوصا كي بداو يكبروا ولادي بهذا وين بديت نحس صح، كي بداو يكبروا ولادي بداو يعرفوا بداو منا سمك شغل، ولا عندي الوقت شويه ضيق، غير منا نجري منا نجري منكم عارفين، ثاني التصوير يدي شويه وقت. فالحمد لله راني نحاول ننظم وقتي على قد ما نقدر، نحاول اني ندير كلش كيما نقولوا ننظم وقتي، اني غدوه واش راح ندير، عندي حاجه منها ماشي راح نقولكم باللي انا خلاص راني نوض صباح ندير كلش نخدم، ولا لا، مثلا غدوه عندي خزانه نطبقها، عندي حاجه وحده اخرى، حاجه وحده اخرى نخليها لبعد غدوه، ماشي كلش لازم نديرو في نهار واحد. انتم تخلصوا الشغل ما يخلصش خلاص، ولهذا بنخدمو بشوي بشوي حتى نكملو. هنا البنات كملت فرستها كامل، نحب نقضي حوايجي قبل ما يجيو هما ثاني، هكذا باش نقدر نفرز واش راني حابه وندير لهم ماكله، هما يروحوا الصباح ويروحوا على الوحدة ونص، يعني اخرتهم ساعتين، مي انا نجيبهم على الوحدة ونص لانه يتبقى لهم من الوحدة للساعتين يبقاو يلعبوا، انا نخلي لهم غير هذيك نص ساعه برك ونقول باه ما يطولوش تما، جات على نص ساعه نجيبهم. ومن بعد هنا جيت للصاله، هناكم تشوفوا في الطابله كنا قضينا شويه خضره،
وجيت ثاني باش نفرزها، وكنت نحسين عبكم أنا نخدم وهاني نثاوب شغل نعس تمين حتى مع روحي نقول لا ما نرقدش، خلي حتى تكون ساعتين والله ذاك هو نرقد شوية ساعة ولا من بعد النوم. وكملت اسبيريت الحالة. بالنسبة للبنات هاني نلقى بزاف تعليقات لي سقسيوني على الاسبيراتور، اسكو زينب راهي مساعداتك، احكي لنا عليها مليحة ولا تخسري عليها دراهمك ولا. شوفوا بالنسبة لي انا البنات الاسبيراتور بزاف 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 مليحة وتعاونك. هذه كل واحد ورأيه، ما على باليش اسكت كاين لي رأيه معايا وكاين لي رأيه لا لا. فأنا بالنسبة ليا كرأيي أنا الأسبيراتور بزاف مليحة ومعاونتني. شوفوا أي حاجة تعاون الإنسان تحسبها بلي مليحة. فأنا واحدة من الناس الأسبيراتور راهي عجبتني، ونصيحة يعني اللي قادرة تشريها ولا يحب تشريها وتحب تدير رأي ولا راهي بزاف تعاونكم ومليحة. تنقيو بها الأرض، تنقيو بها الزرابة، تنقيو بها الفوتيات. مثلا أنا نقي ثانيين بها الفوتيات، تنحيلو هذك الغبرة، تنحي كش ما تفاتف كامل الدنيا. عباكم اليوم اللي يكون عندي فيه سبور لازمني نوض الصباح نخمل الدنيا، ندير ماكلة هكذا باش كي نروح العشية، لانه ما نروحش بكري، كي نروح العشية نلقى كلش نقي. فانا عندي بالحد والثلاثة والخميس عندي من 5 حتى 8 ونص، من 5 للسبعة، ومن السبعة للثمانية ونص عندي الايروبيك. فولادي عندهم بالجمعة والسبت، بالجمعة والسبت من 5 للسبعة جومباز. اسمع عندي غير يومين في السمانة اللي ما نقعدش من 5 اللي نقعد فيهم من 5 للسبعة في الدار، باقي الايام نخرج على 5. فكملت نقيت كامل الدنيا. شوف راهي عندنا مغيمة، شوفوا شوية تاع الشمس هذا ما كاين. انا الصالة ثاني نقيتها وجبت شوية خضرة اللي كانوا ناقصيني. المهم مرة اللي فاتت ثاني اخر فيديو صورت لكم وقال لك هي تسوقت. المهم عنده واحد ذاك الفيديو عنده واحد 4 ايام هكذاك وقيلة. فهنا نوريكم صور، نوريكم واش جبت اليوم. كاين الحوايج اللي بقاو لي الدبشة والمعدنوس، وجبت هذا واسمه يا ربي الدبشة والمعدنوس هذا واسمه والله غير نسيت وراح من بالي. جبت هنا جريوات اللي هي الكنعة، جبت الخيار خلاص لي، وجبت البصل، بصلة ثانية خلاصت لي. البصلة كانت طالعة بكم وصلت حتى احنا عدنا هنا حتى 35 جنيه، فطلعت ذكا لقيت هذا المرة ب20. ذك تبدأ تهبط كي تخرج جديدة تولي تهبط، تطلع عقدك واحد 15 يوم ولا في اخر العام لانه يقول لك هتخرج جديدة، وبعد كي تخرج جديدة تولي رخيصة تولي 5 جنيه 4 جنيه. وجبت هنا البطاطا الحلوة، البطاطا الحلوة انا ما درتهاش خلاص. جبت ثاني تشينا، هذا موسم تاع تشينا. فجبت البطاطا الحلوة البنات، البطاطا الحلوة انا ما ندي ولا مرة درتها، هذا المرة جبتها نديرها على جال الولاد وعلى جال محمود. انا ما ناكلهاش، ما الفي نقولكم كي نخرجوا نشريوها من هذوك يقولوا عليهم عربيات هذوك اللي جايين برا يطيبوها، ما الفي نشريو مي انا ما ناكلهاش خلاص. بصح هذه المرة قررت اني نجيبها ونطيبها لهم في الدار ونجربها ونحطها في البلا ونحطها في الفور. كاين لي يفورها وقيلة وكاين اللي يحطها في الفرن، مي انا راح نحطها في الفرن خير، نحطها في الكوزينيا ونجربوها ترى ان شاء الله. كذا مازالت عندي الكوزينه، عندي عرام تاع امي ليش قبل ما نروح ان شاء الله. مازال الاولاد ما جاوش اصلا، مازال حال دوكا عندنا 12 ونص برك. شفتوا فكرتوا البنات هذاك الورق الاخضر وريته لكم، هذاك راهو الجرجير. الجرجير يجي هكا شويه حار في الماكلة تاعو يجي حار، فهذاك يديرو ثاني سلطة، هذا وين تفكرت اسمه. هنا بعد ما كملت جيت باش نطيب لهم الماكلة، هنا قررت اني ندير فطيرة بما انه راسي حبس وش راح ندير ما بيش توما ثاني تراكم ولا لا. مي ساعات انا نخمم عندي الحوايج بين نحتار واش ندير الماكله ما على باليش. انا اول حاجه البنات درت 3 كيسان فرينه، حنشارك معكم هذه الفطيره والحشو كيما تحبوا. درت 3 كيسان فرينه، درت مغرفه كبيره تاع لحظه، درت معها مغرفه صغيره معمره تاع خميره الخبز، درت معها مغرفه صغيره تاع الملح، ودرت معها 3 مغارف تاع الزيت، ودرت بياض بيضه. بالنسبه للبيضه انا استعملت البياض والصفر تخليوه تعجنوا مش تعجنوا تدهنوا بهم بعد.
وتعجنوها بالماء. الماء انا استعملت حوالي كاس ونص مي كل واحد والفرينه اللي عنده. الفرينه كاين اللي ثمثم تشرب كاين اللي ما تشربش كل واحد وكيفاه. بالنسبه للماء حطوه غير بشوي ما يكون دافيه، حطوا بشوي الماء حتى تتلم لكم على عجينه هكا شويه راك تتلاصق، ما ديروهاش يابسه بزاف وما ديروهاش طريه طريه، شويه تتلاصق. لموها وخليوها باش تخمر. هنا بالنسبه للحشو انا استعملت بصله، حبه بصله كبيره حطيتها هي الاولى تقلات، وزدت هنايا فلفل احمر وفلفل اخضر وحبه تاع جريوات تاع القرعه ولا الكوسه هكذا. تحبوا تزيدوا حبه ثانيه تاع زروديه زيدوا براحتكم، وكل واحد واش يختار في الحشو تاعو. انا اخترت اني عندي زدر تاع الدجاج، استعملت زدر تاع الدجاج. كاين اللي يحب يدير فيونداشي بالفيونداشي ثاني تجي مليحه، وكل واحد والاختيار تاعو يعني حاجه سهله. وتستعملوا لي زيبيس، انا استعملت هنا الملح، استعملت فلفل اسود، استعملت ثاني شويه تاع زنجبيل، انا نحب شويه نحب زنجبيل في الماكله. واستعملت هنا فلفل احمر، فلفل احمر درت الحلو ما درتش الحار على جال ولادي، من بعد وليت زدت لها وحدي الهريسه. فكي ديروها حاره ثاني تجي بنينه، خصوصا اللي يحبوا الحار تجي بزاف بزاف بنينه حاره. هذا مكان وحركتها وغطيتها، هذا مكان وخليتها البنات حتى طابت هذيك لاصوص تاعي. وحدها نقصوا لها شويه للغاز ما تزيدوهش، وغطيوها وخليوها دوك طيب وحدها. هنا بعد ما خمرت العجينه جيت ليها نحيت لها هذاك الهواء وقسمتها على زوج. انا استعملت هذا المول تاع الزجاج، عندي مول تاع الزجاج هذا جاي كبير ومليح يعني هذاك هو جاتني قد قد. هنا اول حاجه خليتها شويه استراحت، ومن بعد فتحت الطبقه الاولى حطيتها وزدت فتحتها يعني هي الاولى حطيتها في البلا، ومن بعد ضفت الحشو وزدت الطبقه الثانيه. انا درت هذه الفطيره وزدت معها شربه، درت شربه ودرت فطيره، هذا هو تخميمي اللي لقيتو. ساعه ساعه الواحد يحتاج افكار، الواحد ينسى باش تخلط له الى دير الغدا ما يعرفش واش يدير العشاء. وهنا كملت البنات، حطيت الحشو تاعي بعد ما طاب كيما راكم تشوفوا. هذه حلت العجينه حطيتها في البلا وحطيت فوق الحشو وستفته كامل، واستعملت هذا الفرماج، هذا الفرماج اللي هو موتزاريلا، شريت هذا الساشي وحطيته من الفوق. ومن بعد وليت عاودت حطيت طبقه اخرى تاع العجينه وزدت ضفت عليها من الفوق. من الفوق زدت انا بقات لي شويه فرماج قلت خلي نزيد نحطو عليها من الفوق. وهنا البنات كيما كتشوفوا كانت هذه هي النتيجه النهائيه. انا من فوق العجين هذيك راه فرماج عاود حطيت عليه باقي الفرماج اللي كان زدت حطيته ثم. المهم قسمتها وهذه هي جات بزاف بنينه، مام العجينه تاعها جات هايله. حان الوقت، عندنا الربعه ونص تاع العشيه دوكا، حسيت بلي كاين البرد ما على باليش، مي كي نعود مروحه في الليل نلقى البرد لبست المونطو وجات الساكودو ورانا رايحين. دوكا ندي معايا جوري لانه دائما كي نروح نحب ندي معايا جوري. واش راكي لاباس؟ قريتي مليحه شاطره. باش كي نروح ندوي انا ثانويه كي نعود راح يروح معايا محمود، وكي نعود مروحه تجي معايا هيا. فهمت ونسني ثم المره اللي فاتت ما ديتهاش معايا ذاك تروحي. هاي يلا
هذا وين روحت؟ هبكم راني ميتة بلا هذا وين روحت؟ راني ميتة ميتة بلا يا عييت اليوم اصلا عينا. شوفوا اليوم استمتعت يعني فرحانة بزاف 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 اليوم. المرة اللي فاتت واليوم تعرفت على ناس جداد، ضحكنا بقينا نضحكوا. شوفوا خصوصا كي تعرفوا على واحد جديد، تديوا هكا ماشي غير خدمة 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 كيما نقولوا، شوية هكذا شوية مثلا شوية نخدموا شوية نضحكوا شوية نلعبوا. فبصراحة استمتعت بزاف بزاف. جوري تكتف الواجب تاعها مازال ما كملتوش. شوفوا راهي تقرحنا بزاف بيهم لانهم كيما عمر كان لاصفر الحمد لله حفظ لي شويه قران. جوري ميم جوري حفظت دوكا. جوري قرا نهار الاول كانت دارت لها كراس واحد وتكتب فيه، دوكا فرقت لها الكراريس عندها شحال من واحد تقرا مات 1 2 3 4 5. تقرا عربيه حروف وتقرا انجليش وتقرا ثاني الحساب اللي هو الحروف تاعهم هذيك اللي يقولوا عليهم حروف عربي كذا هكذا. نقولوا باء غطا الف باء سا جيم دال. شاطره. عمر رقد ودوكا هي حطيت لها تاكل، هي حطيت لها تبرد قالت لي دوك تبرد وبعد نروح ناكل بدل حوايجي. بعدك يا عريانه. شوفوا هذه كتبت اليوم عربي. ها هذه الارقام تاع العربيه. ها هذه رقم 6 6. شاطره جوجو. هذه رقم 6 اليوم كتبت رقم 6. أنت هاي حكمي زرب. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. شاطرة يا ماما شاطرة شطورة. قلت لكم نهار كي دخلت على أساس محمود قال لي روحي روحي بدلي شوية الجو هكذا وثاني على رجال وجلية. مالك معلش هاتي هاتي وريني. تعالي 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 خلاص ما تبكيش ما تبكيش. تخبطت رجلها في الطابلة. البنات نهار الاول كي دخلت على اساس نبدل شويه جو. حمود قال لي روحي بدلي شويه جو، تعرفي على ناس تبدلي شويه من هذا الجو. ثاني حاجه كيما تعرفوا انا نعاني من رجلي، عندي نقص فيتامين دي. شوفوا هو يوصل ليل ورجلي كتلوني نعشي في حاله، لازم واحد هكا يحكمهم هكا هكا نبقى دايره عليهم. شوفوا سبحان الله من نهار بديت سبور ولا غير تحسنت منهم الحمد لله، ما بقاوش يوجعوني بزاف كيما قبل. يعني هذه حاجه اكتشفت كيش احسن من الرياضه. ثاني حاجه ندخلوا شويه الكرش، انا عندي شويه الكرش ملي ولدت راكم عارفين وحده كي تولد اني نعاني من الكرش بشوي بشوي ان شاء الله ندخلها. هذا من الناس عايشه روحي عايشه لوليداتي وداري وراجلي، فالحمد لله اول حاجه استقريت درت استقرار لولادي. ثاني حاجه انا ثاني دوك ولا ما عنديش وقت يقراو. نصور لكم هكا لي فيديو، نبقى نصور لكم لي فيديو فنحي معاكم ديك الخاطر والله العظيم. غير كي نصور الفيديو نقرا لي كومونتير تاعكم غير نفرح بزاف بزاف. نديهم هما جمعه وسبت الجومباز، انا عندي الحد والثلاثاء والخميس، حد ثلاثة الخميس وباقي الايام يعني عايش. يا البنات عبيلي اني هدرت شويه بزاف كنت متحمسه. فاي واحد عنده حاجه باغي يديرها يديرها يعني بلا ما. انا مثلا كنت حاطه بلي ندير سبور، مي اول ما جيت طلب سجلت الاولاد بعدها انا ب 15 يوم ولا. شوفوا كل مره نقول نروح نسجل نروح نسجل نروح نسجل، مي كي سجلت ندمت اني كي جيت طلب ما سجلتش. فاي حد واحد عنده حاجه باغي يديرها ينوض يديرها بلا ما يعجز بلا ما يتكاسل بلا والو. نعطيكم شويه طاقه ايجابيه شويه طموح. فان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع اليوم وان شاء الله نكون خفيفه ظريفه عليكم. ما تنساوش ديروا لي لايك على الفيديو، ابوني القناه اللي ماشي ابوني. ودوكا نقول لكم تهلاو في رواحكم ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلامه.